السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترضيه وترضى بها عنا. اللهم ارحم والدي وجميع موتانا وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. أصدقائنا وشركائنا متابعين قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير وصحة وسلامة، وأعاده الله عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات. الحقيقة حكاية النهاردة هنتكلم على بيان هام وعاجل من وزارة التنمية المحلية، مجموعة شروط واشتراطات وملامح شبه نهائية للمنظومة التجريبية للاشتراطات البنائية الجديدة اللي المفروض ان هي كانت هتطبق من يوم من النهاردة السبت 1 مايو ولمدة شهرين بشكل تجريبي في 27 مركز وحي على مستوى الجمهورية. هنتكلم عن الموضوع ده يعني بشيء على قدر الإمكان من التفصيل، لكن فضلا وليس أمرا لو لسه حضرتك ما اشتركتش في القناة ياريت تدعمنا معنويا وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد. وندخل في الموضوع على طول. طبعا هو المفروض ان الاشتراطات البنائية الجديدة اللي هي هتطبق بشكل تجريبي في 27 حي ومركز على مستوى الجمهورية، واحنا كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن الاماكن او الاحياء اللي هي هيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة فيها. وطبعا النهاردة عشان صادف يوم عطلة فغالبا هيبدأ التطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بشكل تجريبي في 27 مكان اللي اتكلمنا عنهم ولمدة شهرين. عاوز بس اتكلم على اهم ملامح، يعني هو في بيان للتنمية المحلية، البيان يعني هسيب لك البيان في صندوق الوصف تطلع عليه براحتك، بس انا بجيب لك التصريحات الهامة اللي تهم حضرتك من الاشتراطات البنائية اللي احنا هنطبقها حاليا ولسه بقول بشكل تجريبي. يعني النهاردة حد هيقولي طيب ليه الكلام ده هيكون بشكل تجريبي؟ هقول لسعادتك لان البنود اللي تم وضعها قابلة للتعديل والتغيير على ارض الواقع، على اساس ان احنا لما نبدأ في التجربة المنظومة بشكل تجريبي في 27 مكان على مستوى الجمهورية هنبدأ في لجان هتبدأ تعمل دراسات حوالين الثغرات المعوقات، واللجان دي هتعمل تقرير معين هيرفع للحكومة اللي بدورها هتشوف هل التجربة قابلة للتطبيق والتعميم في شتى ربوع الجمهورية ولا في بنود معينة ممكن تتعالج، ممكن تتغير، ممكن تتبدل، ممكن تتأجل، الكلام ده كله. فاحنا بس عايز ادي لك نبذة بسيطة على السريع كده عشان ما اطولش معاك في الفيديو. اهم الملامح اللي تم الاعلان عنها في الاشتراطات البنائية الجديدة، قال لك ان قطع الاراضي اللي مساحتها حتى 175 متر هيتم البناء عليها بشكل كامل 100% من مساحة الارض، يعني بدون ردود. قال لك ان قطع الاراضي اللي بتزيد مساحتها عن 175 متر هتكون نسبة البناء عليها 70% بحد اقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي، يعني حقوق الارتفاق يعني المسافات اللي بينك وبين الجار اللي هي في الاشتراطات مش هتقل عن 2.5 متر من المسافة ما بين المبنى والتاني. قال لك ان لا يقل عرض قطعة الارض المراد البناء عليها عن 8.5 متر، يعني لازم عشان تيجي حضرتك تتقدم على ترخيص لازم تكون الواجهة بتاعة الارض ما تقلش عن 8.5 متر.
قال لك ان الحد الاقصى لمساحة قطعة الارض للمبنى السكني الواحد، يعني لما تيجي تتكلم على مجمع سكني، ما يزيدش عن 4200 متر مربع. قال لك ان الحد الادنى لمساحة قطعة الارض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة بيتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط. يعني ايه؟ في مجمعات او مباني سكنية خاصة بأنشطة معينة، القانون لكل نشاط حدد الحد الأدنى المطلوبة لمساحة الأرض للترخيص للنشاط. قال لك إن الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات اللي هي الجراشات، وقال لك يتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراشات من حد الملكية. وبالمناسبة مش هيسمح بأي ترخيص إلا إذا وجد مكان للجراشات. يعني خلاص الكلام اللي كان بيتم بشكل عشوائي في الفترة اللي فاتت ده انتهى، ما عادش هتقدم على ترخيص، لازم يكون عندك مكان مخصص لجراشات السيارات. عشان طبعا احنا كلنا شايفين التكدس وشايفين الزحمة في الشوارع، بصراحة حاجة لا تطاق. قال لك انه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة الغير سكنية بالمباني السكنية. يعني عاوز أوضح الجزئية دي، إن مش هينفع إن يبقى في عندنا مناطق سكنية وحضرتك تبقى فيها حاجات تجارية أو إدارية إلا بشكل مجمعات هتنظمها، يعني الأحياء أكيد منظمة الموضوع ده. قال لك إن لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. يعني حضرتك لما تاخد ترخيص لوحدة سكنية ما ينفعش تغير النشاط من سكني لإداري لتجاري، الكلام ده كله. طبعا قال لك ما عدم الإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة تحدد ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع طبقا للجدول الآتي. يعني بنتكلم على ارتفاعات المباني، ارتفاعات المباني مربوطة بعرض الشارع. قال لك إن عرض الشارع أقل من 8 متر، الحد الأقصى لارتفاع المبنى هيكون ما يزيدش عن 10 متر، وبحد أقصى هيبقى أرضي ودورين فوق الأرضي. يعني الشارع لو عرضه أقل من 8 متر لازم ارتفاع المبنى الحد الأقصى آخره هيبقى 10 متر، ويبني أرضي دور أرضي واتنين متكرر فوق الأرضي. قال لك عرض الشارع من 8 متر ل 12 متر، الحد الأقصى لارتفاع المبنى ما يزيدش عن 13 متر، وهيكون عدد الأدوار بحد أقصى أرضي وثلاث أدوار متكرر. قال لك في حالة إن الشارع أكبر من 12 متر هيكون ارتفاع المبنى ما يزيدش عن 16 متر، وهيكون أرضي وأربع أدوار متكررة. قال لك إن الارتفاع الأقصى لسقف البدروم هيكون متر واتنين من عشرة من الصفر المعماري. طبعا الناس اللي بتفهم في الهندسة المعمارية يفهموا الكلام ده كله. قال لك تسري أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص. يعني الاشتراطات المعلن عنها اللي مش هتلاقيه في الاشتراطات اللي احنا بنتكلم عليها دي، حضرتك هتلاقيها قانون البناء الموحد اللي هو رقم 119 لسنة 2008، هو بينظمها، بينظم كل شيء مش وارد في الاشتراطات المعلن عنها. قال لك ان الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات بما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان وزارة الدفاع والطيران المدني محددة قيود معينة في مناطق معينة ما ينفعش حضرتك ترتفع عنها. يعني الاشتراطات دي ما ينفعش تتعارض مع القيود اللي حطتها وزارة الدفاع والطيران المدني. قال لك إن الالتزام بأسس التصميم وشروط التنفيذ المباني والمنشآت
بالأكواد المصرية، يعني معناته حضرتك واخد تصريح وترخيص معين، ما ينفعش إن أنت تخالف الترخيص وتخالف التصريح المصرح بيه ليك والاشتراطات. احنا كنا اتكلمنا قبل كده برضو في فيديو سابق، ممكن اسيب اللينك لحضرتك، ان في واحنا بنتكلم في حالة الطوارئ ان هيبقى في مخالفة التصميم والتراخيص والحاجات الهندسية الواردة في التراخيص ورخصة المباني، هيتم احالتها طبقا لقانون الطوارئ لمحكمة امن الدولة العليا طوارئ. الافضل يا ريت نلتزم، طالما هناخد ترخيص نلتزم بالاشتراطات الوارده في الترخيص. قال لك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمده من الجهه الاداريه المختصه، يعني كل جهه اداريه او كل حي من الاحياء محدد خطوط تنظيم معينه في المناطق اللي انت بتتكلم فيها، ما ينفعش حضرتك تتعدى هذه الخطوط التنظيم. قال لك ان الاشتراطات دي لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية اللي بتنفذها الدولة، زي مشروعات سكن كل المصريين والاسكان البديل والاسكان الاجتماعي والكلام ده كله. قال لك بالاضافة ان هذه برضو الاشتراطات لا تسري على الاراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وارض القوات المسلحة. وقال لك ان المدن الجديدة ليها اشتراطات، طبعا هيئة المجتمعات العمرانية حاطة اشتراطات خاصة بيها. طيب طبعا دي كانت الملامح، يعني الخطوط العريضة في الملامح المعلنة اللي حبيت حتى اقراها لك من مصدرها عشان اكون دقيق في الكلام اللي انا بتكلم عليه. هو في بس ملحوظة انا يعني عايز اعلق عليها، ان في البيان اللي هو متعلق بوزارة التنمية المحلية اللي هو بيقول لن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر. وأنا كنت اتكلمت في فيديو سابق، لأن الشرط ده أنا بعتبره لغم، مش كل الناس عندها عقود ملكية مسجلة، مش كل الناس عندها عقود ملكية مسجلة وبناء عليه عندها عقد مشهر. فالبند ده يعني أعتقد إنه هيبقى فيه كلام كتير عليه في الفترة الجاية، وكنت بتمنى على الله ان وزارة التنمية المحلية تطلع لنا بتوضيح بخصوص شرط العقد المشهر، لان شرط العقد المشهر ده هيبقى فيه عقبة شوية وممكن يعمل شوية عراقيل. نتمنى على الله ان ما يبقاش فيه عراقيل في المستقبل، نتمنى على الله ان الاشتراطات البنائية الجديدة، واحنا بنتكلم في بس تجريبي ليها، يكون ليها مراجعة ويكون فعلا في لجان بترصد التفاصيل بتاعتها واهم الثغرات اهم المشاكل اهم المعوقات، وتعمل تقرير عنها يترفع للجهات المختصة وتبدأ تعدل وتبدأ تغير قدر الامكان، بحيث ان احنا لما نيجي نبدأ في اشتراطات بنائية جديدة بشكل رسمي اللي المزمع تطبيقها من 1/7 القادم، يبقى احنا بنتكلم مش عايزين بقى كل شوية نرقع كل شوية نعدل كل شوية نعمل قانون نعمل اشتراطات ونعدل فيه، بقى احنا اشتراطات مرة واحدة تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع. نهاية الفيديو، أنا طولت معلش سامحوني، كل سنة وحضراتكم طيبين. عايز بس أنوه لو في أي سؤال أي استفسار يتعلق بالاشتراطات البنائية الجديدة، وإن شاء الله أنا بحاول إن أنا يعني أطرح على حضراتكم فكرة إن احنا نعمل بث تجريبي هنكون بنتكلم فيه على طريقة ازاي تقدم على الترخيص، الاشتراطات برضو البنائية الجديدة المعتمدة، كل ما يتعلق بالبنى ومخلفات المباني قانون التصالح كل الكلام ده كله. انا عاوز اعمل بس يعني بس مباشر، بس حضراتكم قولوا لي امتى واقترحوا عليا، وانا الوقت اللي حضراتكم تحددوه انا حاضر تحت امر الجميع، واي سؤال او اي استفسار ما بيش بنتأخر على حد، وبرد على كل الأسئلة قدر الإمكان، حتى في أسئلة لا تتعلق بموضوع الفيديو برد عليها برضه. وما تنساش قبل ما تسيبنا، لو عجبك الفيديو فضلا وليس أمرا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.